السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة لمة العيلة للشروحات. النهاردة هتكلم معاكم حاجة مهمة جدا عن تطبيق الفيسبوك، إن الفيسبوك حاليا بقى فيه انتهاك صارخ للخصوصية. الفيسبوك بقى بيعرف انت مين وفين وقاعد مع مين وبتتكلم عن ايه، لأن هو بيبقى شغال حتى والتليفون مقفول. طيب الموضوع ده هنشوفه فين. التطبيق الجديد بقى نازل بالشكل ده، لو رجعنا كده لو دوسنا هنا على القائمة بيطلع لي بالمنظر الجديد ده. ده التحديث الجديد. بنروح عند الإعدادات والخصوصية، تمام؟ دخلنا عند الخصوصية، بعد كده بنخش عند الإعدادات وبنبتدي ننزل تحت عشان أثبت لكم هو بيعمل إيه وبيتعرف على كل حاجة إزاي. بننزل تحت لحد معلوماتك على الفيسبوك، أوكي، your information in Facebook، وبعد كده بنخش على النشاط خارج الفيسبوك. تالت واحدة اللي هي دي، تالت واحدة النشاط على فيسبوك. بيلاقي نشاطك على الفيسبوك، ده بيشمل النشاط خارج الفيسبوك، المعلومات وكل حاجة انت بتعملها، اي تطبيق انت بتدخله. لو دخلنا عليها كده ادارة نشاطك، ده المواقع كلها اللي انا دخلتها او التطبيقات اللي انا حملتها عندي على التليفون. الفيسبوك دايما عارف انا فين وبعمل ايه ومراقبك 24 ساعة في ال24 ساعة، ومشغل المايك ومشغل الكاميرا بدون علمك وبيتتبعك في جميع المواقع. الحل هندخل على ادارة نشاطك خارج الفيسبوك، تمام؟ اول حاجة تعملوها الغاء ربط السجل. الغي ان السجل اللي بره اللي انت شغال بيه في اي حاجة ما يجيش كده خلاص. بعد كده نعمل رجوع، وبعد كده نقول خيارات إضافية. في هنا الوصول لمعلوماتي، وفي تنزيل المعلومات وإدارة النشاط المستقبلي. بندوس على إدارة النشاط المستقبلي، بنشوف إن إحنا نقدر نربط الحساب بتاعنا، يبقى إحنا كده إيه لغناه، وقدرنا إن إحنا نتحكم إن الفيسبوك ما يتجسس علينا. وأرجو إن المجموعة المعلومة دي تشيروها لأكتر ناس تعرفوها، علشان الفيسبوك ما يبقاش جاسوس في بيتك. وارجو ان اي حد معاه تطبيق يخلي باله ان التطبيقات دي دايما بتتسلل لينا حتى واحنا قاعدين. والسبب في كده كمان ان ده بيخلي التليفونات بطاريتها تفضى بسرعة، واستهلاك للبيانات اكتر. الناس اللي بتشتكي ان الباقة عندها بتخلص بسرعة، ما تعرفش ايه السبب. هو ده السبب يا جماعة، ان حتى وانت قافل الفيسبوك هو شغال بيجمع عنك معلومات، بيشغل المايك، بيشغل الكاميرا بدون علمك. حتى الجي بي اس هو بيشغله، بيعرف اماكن تواجدك فين. حتى لو في حوار داير ما بين اتنين اصدقاء بيبتدي يسمعه وبيسجله عن طريق الخوارزمية بتاعتهم، بيشوف اهتمامك واهتمام صاحبك. حتى لو بتتكلم مع واحد ان انت نفسك تاكل اكلة مثلا لحمة، تاني يوم بتلاقي الإعلانات عندها كلها جاية لك على صفحة الفيسبوك بتاعتك، بتقولك في مطعم لحمة في المكان الفلاني، أو في صفقة، أو في كل اللي انت بتقوله هو بيسجله وبياخده علشان يستفاد منك، ويحط الموردين والمعلنين ويشوف اهتماماتك ايه ويحطها لك. رجاء خلوا بالكم النقطة دي كويس، لأن دي أولا إفشاء أسرارك الخاصة، بيستهلك باقة الإنترنت، بيستهلك البطارية. أرجو أن أكون أفدتكم بحاجة، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة، علشان كل ما أعرف حاجة جديدة القناة تكبر وأقدر أوصلها لكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.